عليكم خوتي وخواتاتي داخل المغرب وخارج المغرب، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي اليوم، لهذا الفيديو الجديد ان شاء الله غندير السفنج بطريقه اخرى. يلا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا كيلو لا روب ديال الفورس، يعني الدقيق ديال الحلويات. عندي هنا كيلو لا روب، وعندي كاس ديال العنبه ديال الفينو، يعني السميد الناعم في الدول العربية. وعندي معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، معلقة ديال السكر حبيبات أو سنيدة هكا. نخوي عليهم شي هاد المدافي. عندي الملح على حسب الذوق. عندي خمارة الحلوى 8 غرام، والفاني منسم غنسم به الشيء اللي عندي. نخوي حتى الخميره، بسم الله الملح شويه غنديرها عاد، نخلط شويه عاد نضيف الملحه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على رسول الله. بحال هكا، يعني طريقه مختلفه على السفنج العادي المغربي. ما تقصحوش العجينه البنات في الاول، تخليها شويه ما هي خفيفه ما هي قاسحه باش تساعدكم، حيت باقي تجمع العجينه باقي نضيفوا الماء شويه شويه على حساب الخليط اللي عندنا، ما نكبوش الماء في مره واحده. اللي بغات تعجن في العجانه تعجن في العجانه، شي مشكل. وانا هاد المسائل هادو كيعجبوني بيدي الصراحه. هكا نجمع داك الطحين اللي جا على الجوانب ديال القصريه بحال هكا، نجمعوا العجينه ديالنا. صافي غنضيف الملح البنات، الملح دائما كتبقى على حساب الذوق. نضيف واحد جوج معالق ديال الماء بحال هكا، حنا غنذوب داك الملحه. صافي ونبقاو نعجنوا. انا العجينة غير بواحد اليد حيتاش ما فيهاش بزاف ديال، ما عنديش العجينه كثيره كبيره باش تغلبني. بحال هكا صافي البنات، العجينه ديالي هي خمرات، هي على هذا الشكل هكا، دايره كاع البواقات ديال الزويونه. نجيب شويه الزيت باش ندهن يديا وندهن هاد الطوسيل هذا، ندهن شويه الزيت، والزيت ديالي هي كتسخن. بسم الله الرحمن الرحيم، نديرو الحجم اللي بغينا. بغيا خمره دابا الحال سخون، خصوصا هاد النهار الله يرحمنا من عنده سخون الحال. هاد النهار واحد السخانه ما نقولكمش، الهواء برا كيدخل من الشراج مسخون. بسم الله غندهن يدي عاوتاني، نمشي لهاديك اللولة، نبقى ندير هكا، نسرحها مزيان، صافي، وغادي نحطها في الزيت. بسم الله ما شاء الله. نخوي عليها الزيت البنات، نوزع عليها الزيت من الفوق. نوزع
القناع عندي شويه كبير. نزيد نقطع باش يساعدوني. نزيد واحدة أخرى. يجي زوين خفيف حتى هو راه بحال بحال السنجله فرمار الطريقه المغربيه، ولكن هذا شكل اخر. وهذا هو المقادير ديال العجينه، ما ماشي بحال العجينه الاخرى ديال السنج المغربي. السنج المغربي ما اغلبيه انا بعدا على راسي ما كنديرش فيه السكر، ندير فيه غير الملح والماء والخميره. كيتقلى في الزيت السنج لاخور ديال المغرب، الا درنا السكر غيدي يتحرق قبل ما يطيب. نشوف هادي كوشطات نقلبها مزيان، ها نقلبوا الزيت ديالنا. نقلب حتى هادي سهله نقلبها، وما نجهدوش في البوطه البنات باش ما تحرقش لينا العجينه وتبقى غادي تحمر والداخله تبقى لينا خضراء. لا، البوطه تكون ما بين وبين، ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش عاوتاني مجهده. هاد العجينه هادي تصلح حتى لبيني. صافي غادي نحيد، وردوا البال من الزيت كطير عليكم. الانسان يحذر راسو الزيت كطير هكا. دائما نبقاو نسبقو من هذاك الاولي. Thank you.
نحكو على الجهه اخرى، يعني تنبقاو نحكو فيها الزيت. ردوا بالكم الزيت البنات، صافي غنهز هادو. هاد الكمية اللي بقات ليا باش تكون عاوتاني سهلة تساعدني الغية. صافي هادشي الكمية اللي عندي. صافي البنات انا طيبت، انا ساليت، كنتمنى تعجبكم الفكره ديالي. كما كنقولها دائما هو طيب وجرطب وزوين، راه بحال السفنج. طريقه السفنج غا هي قلت لكم، انا على راسي ما كنديرش السفنج الاخر، ما كنديرش فيه السكر، ما كنديرش فيه بزاف ديال الحوايج، الخميره والملحه والماء، هادشي اللي كاين. انتما تشوفوا، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الفكره ديالي ان شاء الله يا ربي. نقسم لكم وحده البنات وتشوفوا كي دايره من الداخل. شوفوا جا ناشف وزويون، ما كيشربش هذا الماء الزيت. ها انتم تشوفوا كيشربش الزيت نهائيا. ها انتم نردو كما كان. كنتمنى تعجبكم الفكره، وما تنساونيش باللايك اشتراك فضلا وليس امرا.
الله يجزيكم بالخير وشكرا لكم بزاف بزاف الناس اللي كيدعموني القناه الجديده، كنشكرهم من هذا المنبر وكنقول لكم كنقول لهم الله يعطيكم الخير والرباح وكنتمنى لهم كل الخير يا ربي. وشكرا بزاف على الكومونتير وكيدخلوا كيديروا لايك اشتراك فضلا وليس امرا منهم. الله يعطيهم الخير والربح يا رب. وسمحوا لي الا كنغلط، راه باقي ما ولفت هذه القناه هذه قسما بالله، باقي ما ولفتها، ولفت شيوات محمد ما عندي ما ندير. القدر الله هو هذا والمكتوب كيتصرف، ما عندنا ما نديرو، الخير فيما اختاره الله كما كيقولوا، تحيد يعني تبعد على الراس وتجي فاش ما، هذا الشيء اللي كاين هذا هو المكتوب. والله يدير البركه في هذه ان شاء الله، تكبر ليا من فضل الله وفضلكم نتوما، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو قادم ان شاء الله. فرجه ممتعه والى اللقاء.